يا حبيبي ابو ساري، عطنا يا حبيبي عطنا. اليوم جو قصص. ايه، عشان الجلسه اليوم زمان عن بعض، بنعطيكم قصه سريعه. سلام. اثنين اخوان، واحد ما شاء الله مليونير، واحد الناس عرفته فقير على قد حاله، عدوب ودوب ويصرف نفسه كيف ما يصرف نفسه ولا عليه. المهم هو اخوه الغني هذا عنده اصحاب، جو لاخوه قالوا يا انت ما شاء الله الله فتح عليك، عندك محطات وعندك وعندك، واخوك هذا ليه ما تفزع له تقوم فيه؟ قال اسكتوا، هذا اخوي قصته قصه، والله وقفت معاه كذا، لكن هذا منحوس ما له حظ مثل هذا. قالوا كيف؟ قالوا يا اخو انا شايف حاله، اول ما قامت الاسهم رحت اخذت المبلغ وقد رسم باسمه. قال اليوم اللي اشتريت له الاسهم من البكره كلها طاحت. قال والله ما بقي ولا ريال. ابو خسر قال ولا ريال. قلت معليش. قال عندي محطه جديده، قلت خلني افتح له فيها بقاله. قال البقاله حقت المحطه، قال افتحها واصلحها وجميع يوفر له يوم الافتتاح وتنحرق المحطه. حولي بالله، ما هو البقاله بس المحطه كلها، المحطه كلها انحرقت. قال اعوذ بالله، قال هذا ايش قصدك؟ ثاني مره. المهم قالوا كمش كل ما هذا. قال مو معقول مو معقول اخو. قال تعالوا انا بعزمكم بكره في المزرعه وبعزمه هو، وتعالوا شوفوا بعينكم وبعدين اللي تحكموا. المهم وعزمهم وجو قبله اخوهم، قالوا تعالوا على العشاء اخوه. المهم هو حط الطريق ضيق حق المزرعه، وهو نزل له 10,000 ريال في الارض. قال له جاء اخوه يشوفه ياخذها. قال والله الناس تركت الا اخوهم جاء. اخوهم جاء؟ اي يوم جاء اخوه ولا الناس تطالع فيه. ويوم نزل من السياره قالوا يا الربع تتحدون اجيكم وانا مغمض؟ قالوا لا يا ابن حلال تعال. قال علي الطلاق ما اجي الا مغمض، راح المغمض تعدى العشره. قال شفتوا؟ قالوا امنا بالله. ما يلام اخوه. منحوس منحوس. أبو ايش رايك بالكلام؟ ليش مثل بعض الناس؟